شكرا هبة، وفي انتظارك بعد قليل لوقفتنا السياسية الثانية. مشاهدينا، تقارير طبية كثيرة بدأت تؤكد جدية التهديدات التي يفرضها متحور دلتا أثناء الحمل، ومنها ما ذهب إلى أبعد ليحذر من خطر وفاة الطفل أثناء الولادة لدى الأمهات الحوامل اللواتي أصبن بمتحور أو دلتا للكورونا، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى يعمل الخبراء على مراقبتها. إذن للاستفسار أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا الاختصاصية في الجراحة النسائية والتوليد دكتورة نادين قسيس في فقرة كوفيد 19. صباح النور دكتورة، وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير. يعني مراكز الإصابة والوقاية، السيطرة على الإصابة والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت لنا تقارير تتحدث عن احتمالية ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال 3 مرات إذا كانت الأم مصابة بمتحور دلتا. مظبوط. مخيف، أخبرينا أكثر. مظبوط، مخيف جدا. يعني نحن من أول ما بلشت جائحة كورونا واجهنا مشكلة عند المرأة الحامل، لأنه كان عم بيصير في كتير تعقيدات خلال الحمل إذا صار في إصابة بفيروس كورونا، وخاصة من بعد ما صار في متحور دلتا. أول شيء نسبة الإصابة أكثر، لأنه يعني نسبة الإصابة بتصير بسهولة أكثر، انتشار أسرع، انتشار أسرع. والإصابة هي أقسى بمتحور دلتا خاصة عند المرأة الحامل. يعني لازم نعرف أنه المرأة الحامل عندها نسبة تعقيدات أكثر من المرأة الغير حامل إذا أصيبت بكورونا، وكيف إذا كان بمتحور دلتا. طيب دكتور، ما هي احتمالية نقلها للفيروس للطفل أو هلأ نقل الفيروس خلال الحمل للطفل هي نسبة ضئيلة جدا. يعني بكل الدراسات ما عنا إصابة خلال الحمل، هي إصابة بتصير أكثر بعد الولادة للطفل إذا كان موجود يعني مع بنفس الغرفة، بس يعني في حالة أو حالتين ومنا أكيدين أنه إصابة صارت انتشرت خلال الحمل. بس هي نسبة التعقيدات للطفل خلال الحمل إذا أصيبت الوالدة بمتحور كورونا، متحور دلتا أو بفيروس كورونا، اللي هي أنه في يصير في مثل ما قلت نسبة وفاة كتير عالية عند الجنين داخل الرحم، في نسبة ارتفاع الضغط وتسمم الحمل بتزيد نسبته كتير خلال الحمل إذا صار في إصابة بكورونا، يخلق الطفل مبكر، ولادة مبكرة كمان نسبة كتير عالية، نسبة أن يخلق الطفل صغير هو اللي أكتر شيء معقول يصيروا خلال الحمل وإصابة كورونا، وأكيد الوفاة خلال الحمل، وهذا أصعب شيء معقول يصير عند المرأة الحامل. طيب دكتور، بنعرف أنه من أبرز أعراض الإصابة بكورونا عامة ومتحور دلتا خاصة ضيق التنفس العالي، هل هذا الشيء عنده ارتداده على الجنين أيضا عندما تكون الأم المصابة لديها هذا النوع من ضيق التنفس، وبالتالي ربما يكون شحف الأكسجين في جسمها؟ مظبوط، لأنه بيسبب شحف الأكسجين، يعني في يصير في شحف الأكسجين بالرحم عند الجنين، ونسبة أنه يصير في وفاة للجنين، هيدا أحد أسباب وفاة الجنين، أو أنه ما يكبر الجنين بعد الإصابة بكورونا، عشان هيك بتكون تحت مراقبة شديدة، أكيد هون رح تكون بالعناية المركزة، وحيلا خطر على حياتها أو على خطر الجنين نحن بنضطر نولدها. في كذا حالة اضطرينا نعمل جراحة قيصرية لاستئصال الجنين لحتى ننقذ حياته أو ننقذ حياة الوالدة في حال ضيق التنفس العالي وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم عند الأم. يعني خطورة دكتور الحمل أو الإصابة بمتحور دلتا أثناء الحمل هي مؤكدة في كل الحالات، أم يعني في احتمالية أنه بعض الحالات تكون تتعرض لخطورة وبعض الحالات الأخرى تمر فيها بالسلام؟ أكيد أنه مش كل مرأة حامل أصيبت بكورونا أو أصيبت بمتحور دلتا رح يصير عندها إصابة شديدة أو قاسية. أكيد إذا عندها بدانة، عندها ارتفاع بالضغط اصلا، عندها سكري، يعني عندها يعني حالات مرضيه مرافقه بالحمل بتزيد نسبه قساوه الاصابه او عزتها للاكسجين او دخولها الى العنايه المركزه او التعقيدات خلال الحمل. مش كل مره حامل رح يصير عندها كورونا رح تعمل اصابه شديده او يصير في مشاكل عند الجنين. نعم.
طيب دكتور، ذكرتي الولادة المبكرة أو أحيانا اضطراركم لاتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ الطفل أو الأم، هل الولادة هنا بتكون إجراءاتها طبيعية أم هناك أيضا تعقيدات تواجهها؟ أكيد بتكون ولادة قيصرية إذا كانت حالة طارئة، عم نحكي إذا في نقص بالأكسجين عند الأم أو خطورة على حياة الجنين، لاحظنا أنه على التخطيط أو على صورة صوتية ما عم يوصل دم مضبوط للجنين، هون نعمل حالة يعني ولادة قيصرية بحالة طارئة. أكيد نسبة التعقيدات أكثر من بعد العملية القيصرية عند الأم، نسبة الجلطات عند الأم ونسبة كمان أنه الطفل يعوز عناية مركزة لأنه عم بيخلق مبكرا يعني. نعم، فهيدي هي التعقيدات. طيب مثل ما قلت حالة ولادة قيصرية. كان موضوع السيدة الحامل وتلقيها للقاح موضوع اللغط منذ بداية ظهور كورونا وبعد أصبح كورونا الأول والثاني وكل هذه المتحورات التي مررنا بها، في ضوء هذه المعطيات الجديدة أن متحور دلتا يعتبر الأكثر خطورة حتى الآن مما عايشناه على السيدة الحامل وعلى الجنين، هل هناك توصيات جديدة الآن؟ لأنه في السابق كان أنه لا ضرورة لأخذ اللقاح. لا، هي المشكلة أنه الدراسات اللي صارت على الفاكسين على اللقاح ما انعملت عند المرأة الحامل، لأنه من غير الأخلاقي أنه نعمل دراسات عند المرأة الحامل. صحيح. بس بعدين اكتشفوا أنه خلال الدراسة في كذا مرأة اكتشفوا بعد اللقاح أنهم كانوا حوامل، فاكتشفوا أنه ما صار في تعقيدات عند هول النساء وتابعوهم وولدوا، ما صار في تعقيدات من وراء اللقاح. وبعدين شملوا النساء بمرحلة لاحقة بالدراسات باللقاح واكتشفوا أنه نسبة وفاة الجنين أو نسبة التعقيدات أو نسبة الإجهاض هي ذاتها عند المرأة الحامل التي لم تتلقى اللقاح. فمشان هيك أول شيء قالوا أنه كل مرأة حامل تشتغل بالمجال الطبي أو عندها سكري أو ضغط أو كوليسترول أو بدانة محبز أنه تأخذ اللقاح الكورونا. يعني نتحدث عن الفئة اللي هي عندها درجة خطورة عالية. هيدي بأول مرحلة. تاني مرحلة عمموا على الجميع. يعني زي ريكومندد، يعني طلبوا ومفضل من التوصيات مفضل أنه كل مرة حامل في السكند تريمستر يعني من الشهر الرابع وأكثر أن تتلقى لقاح كورونا. وهلأ من يومين نزلت توصيات أنه حتى ياخدوا ثالث جرعة من لقاح الكورونا حتى إذا كانوا حوامل، لهالدرجة اللقاح سليم ولا يشكل أي خطورة على المرأة الحامل. إذن الآن عشان أكد المعلومة على كل مشاهدينا، تم إدراج السيدات الحوامل كمرشحات لترقي الجرعة الثالثة كمان. نعم، حتى من اللقاح حتى الجرعة الثالثة. طيب أنواع اللقاحات بنعرف إنها كثير وكثر الحديث، هذا أفضل هذا غير هذا، هل هناك لقاحات معينة يفضل إعطاءها للسيدة الحامل دونا عن الآخرين؟ هلا اكيد نحن بنفضل نوع معين اللي هو شملته الدراسات. اللقاح اللي شملته الدراسات هو على الار ان، يعني موديرنا وفايزر. ما بيعني انه هليك اللقاحات غير يعني بشكل خطوره، بس الدراسات شملت هول اللقاحين. فنحن هلا خلال الحمل بنشجع على هول اللقاحين موديرنا أو فايزر. هلا في بريطانيا صار في دراسات على أسترازينيكا بس بشكل أكثر صغير يعني. بس كمان بيقولوا أنه أسترازينيكا فيها المرأة الحامل تاخده بدون ما يكون مشمول بدراسات كبيرة، بس هو أكثر شيء هلا حاليا موديرنا وفايزر. وبالتأكيد في حالة عدم وجودهم، لأنه كل دولة بالتأكيد بتعتمد أنواع معينة من اللقاحات الأولوية للمتوفر والأولوية لأخذ السيدة للقاح. نعم. طيب دكتور، من بداية الحمل إلى نهاية إن شاء الله يمر بكل سلاسة وبكل سلام على جميع السيدات الحوامل، ولكن ما هي التوصيات؟ نعرف أنه من زمان كان في توصيات للمرأة الحامل، ولكن الآن أصبحت القائمة مختلفة تماما وزادت كثيرا. أخبرينا عن هذه التوصيات التي تعطيها للسيدة في هذا الوقت ليمر بسلام، سواء كان بثلاث الحمل الثلاثة، الأول ثلاث شهور، ثاني ثلاث شهور اللي بعدها، أو عامة.
يعني هلأ بتعرفي جائحة كورونا غيرت كتير بحياتنا اليومية وغيرت بالطب وعند المرأة الحامل ذات الشيء. يعني أهم التوصيات مثل ما قلت منوصي باللقاح اللي هو مثل كتير لقاحات بنعمل عند المرأة الحامل، منوصية أنه تلتزم بلباس الماسك الكمامة واتخاذ كل الإجراءات اللي منوصيهم للجميع، تغسل إيديها منيح، يكون في يعني ما يعني وقت تكون بمطرح مسكر ما تتعرض، يعني ما تشيل الكمامة، تغسل إيديها منيح، يعني كل التوصيات يعني منوصيها بطريقة ما تتعرض لفيروس كورونا، لأنه مثل ما قلت كورونا ومتحور دلتا بيزيدوا نسبة الوفاة عند الجنين والتعقيدات خلال الحمل وعندها. فتوصية خاصة للمرأة الحامل، انتبهي لحالك وما تتعرضي، يعني ما تكوني بمجموعة أشخاص كتير كبيرة. تعرفي دكتورة المشكلة أنه إحنا دائما الحامل عندها محبة خاصة مزبوط. وبنحب يعني نكون قريبين منها ونعبطها ونعطيها هذا الدعم النفسي، ودائما عندنا الفكرة أنه الأقارب والأصحاب لا يعدون بكورونا. هيدا أكثر خطأ، هيدا شائع مش بس عند المرأة الحامل، عند الكل، ولو ما هيدا بيقربني أو هيدا صديقي، حتى الصديق فيكون مصاب بكورونا وما يعرف. ما هون المشكلة أنه في كتير إصابات بدون عوارض، وهون الخطورة أنه نتعرض لإصابة. يعني بنتمنى أنه هذه الفترة تمر على كل النساء الحوامل يعني بأفضل احتماليات ممكنة، وفعلا محبة يمكن اللي ممكن نوريها للسيدة الحامل هي أنه نحافظ على صحتها ربما بالابتعاد خلال خاصة هذه الفترة الجدا صعبة. 100%. شكرا جزيلا لحضورك معنا الاختصاصية في الجراحة النسائية والتوليد دكتور نادين قسيس، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم. شكرا.